لا تعليق لا تعليق، حيتاش ملي كتلقى راسك ضربتي تماره بالحب وبالقلب. شوف، هي الله سبحانه وتعالى كاين دونك، وحنا راه غادي زعما الاجور ديالنا راه غناخدوها باسكو راه تم تدخلات ومحامي وداك الشيء. دونك الاجور ديالنا تقريبا راه زعما توصل بها المحامي، كنتسناوها غير توصلنا حنايا. زعما الامور غدا وكتقاد، ولكن الاضرار داك الشيء اللي عشناه نفسيا، وان الا طلبتي حقك ولا دافعتي على حقك كتولي انك خصك تحيد من هذا السيناريو. يعني شي حوايج كيطراو حنا ما فهمناهمش، ديال انك الا دافعتي على راسك بحال حتى شي حاجه ما كت حتى شي حاجه ما كدارش، فهمتيني؟ الا دافعتي الا بغيتي حقك حتى شي حاجه ما كتولي بحال انت ما خصكش تدافع على حقك، بحال ما خصكش تهضر، بحال ما خصكش تقول هذا الشيء راه خصو يتقاد لو مواندغ كومون دي لي ديتاي. مع هذا الموضوع ما كتبش عليك، كنتعصب وما كنبغيش نهضر فيه كاع، والله اون ايفيت دون بارلي. الو، مالوغوزمون ما نقدرش نجاوبكم على هذا السؤال. نقول لكم علاش، لان كممثله انا كندير خدمتي، كنجي كندير خدمتي، وبالنسبه ليا كنحترم كاع الزملاء ديالي سواء يكونوا مخرجين ولا ممثلين ولا تقنيين لي تكنيسيان في الطاقم كله كنحترمو. الا دخلت في هاد لي ديتاي هادو انا ما غاديش نحس براسي مزيان، لان كنحترم هادو الناس وكنحترم راسي اولا. دونك كنتمنى لكل واحد كنتمنى هاد الشيء، اون بليس هاد المشاكل تيوقعوا كاع لي تورناج، غير هاد التورناج كان فيه مشاكل بزاف. هادي تجربه كتوقع، ان شاء الله غادي تدوز وكلشي غادي يكون فرحان. تنطلب على الله.